لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق، كان يربي عليه أصحابه، كان يربي عليه أهله، كان يتمثله في نفسه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، إذا أراد الله ببيتك أنت، بزوجتك وأبنائك، أو بأمك وأبيك وإخواتك وإخواني وإخوتك وأخواتك، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا ماذا يفعل بهم؟ أكثر أموالهم أم زرع بينهم الخير والصلاح؟ قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. يدخل عليهم الرفق، فيصبح الزوج رفيقا مع زوجته إذا أخطأت، وهي رفيقة معه إذا لاحظت عليه خطأ، يصبح الأب رفيقا مع أولاده، يصبح الإخوة هم في رفق ولين مع أخواتهم، وكذلك الأخوات مع إخوانهن، يصبحون رفقاء مع الخادم ومع السائق ومع من يتمثل ويعمل معهم في البيت. قال: أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بكم خيرا وصلاحا فانظر في مستوى الرفق الذي في بيتك.